بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين ولا صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنزيل قوما ما أنزل آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا آمين خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر أخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا آثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءه المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقولوا إنا إليكم المرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطايرنا بكم لن يمتنعه لا نرجمنكم ولا يمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أين ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يشاء أخلا يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة يهدريني الرحمن برب لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إنا إذا لا في ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المصرفين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من قرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كلما جمعوا لدينا معذر وآية للهم الأرض ميتة وحنينا أخرجا من حبا فمنه يقول وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من الأعين ليقول من سمعنا وما عملته أيديهم فلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم مما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مسلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العظيم والقمر قدرناه منزلا حتى ذاك العرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر
والليل سبق النهار وكل نافي فليك ليسبهون رواية لهم أن حمل الوات في الملك المسرون وقلان لهم من مثله ما يخفرون وإن سنكرمه فاسليلا لهم ولا هم ينقجون إلا رحمة منا عمتا وعن إله وإذا كلا لهم اتق ما بينا أيديكم وما خلفكم ولعلكم ترحمون وما تحتهم من آيات من آيات ربهم إلا كانوا عنها موردين وإذا كلا لهم أنفق مما رزقهم الله الذين كفروا الذين آمنوا وأنتم من لو يشاء الله أحمى أتهاهم إن أنتم إلا في ضلال مبين ويحسون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينجون إلا صدى حتى واحدا تندو خذوهم وهم يخسرون فلا يستطيعون تسيطا ولا إلى أهلهم يرجعون ونوفق في سوف إذا هم من الأجزاء إلى ربهم ينسين قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقنا هذا ما وعد الرحمن صدق المرسلون إن كانت إلا شيئا وادهدادا فإذا هم جميع لدينا مردعون فاليوم لا تظلموا نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تحملون إن أصحاب الجنة اليوم في الغول فهيكم هم أجاجهم في الظلال على الأرائك متقعون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قوما من رب رحيم ومتاع اليوم أيها المجرمون لما حدي لكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأنا ابني هذا المستقيم ولقد أضل منكم جميل الله باسرا فلم تكن تخلون فهذه جهنم التي كنتم تهأدون إسلاء يوم من كنتم تخفرون ولهم نختم على أفواههم وتكلمون أيديهم وتسعد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نساء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا صراطا فأنى يبصرون ولو نساء لما سخناهم على مكانتهم فما استواوا مد ولا يرجعون ومن وامر مستطيل في الخلق فلا يخلون وما علمانه السرى وما ينبغي لا إن هو إلا ذكر وقور مبين لأنزل من كان هيا واهق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون الذين خلقهم فمنا ربهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون وتتخذ من دون الله وليها تلا لهم يسرون لا يستوون نصرهم وهلاهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلق العلماء من يهل إذا أما رحيم قالوا يا الذين أنسوا وأول أمر الله بكل خليق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر
الأخضري نار فإذا أنتم منه توقدون أولا ليس الذي خلق السماوات والأرض بقدر وعلى يخلق مثلهم بلى هو الخلق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يخلق له كن فيكون فسبحان الذين بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون.